طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. نمشي نحل السؤال هذا اللي هو على كيس 1. نكبر الصورة نقرأ، يقول لك water at 20 degrees Celsius flows at a rate of 0.05 meter cube per second in a 20 centimeter asphalted cast iron pipe. أعطاك النوع هنا عشان إذا تبى تطلع الرفنس. What is the head loss per kilometer of a pipe؟ يعني لكل 1000 متر كيف ممكن نحلها؟ هذه سهلة جدا. نمشي نطالع احنا وياكم للشارت اللي تكلمنا عنه. قلنا انه يبقى الهيدروس اللي هو الاتش اف يساوي المقدار هذا، وبالتالي الخطه كالتالي: الكيو اعرفها، الطول، الديامتر، الابسلون اقدر اجيبه من الجدول، اقسم الكيو على الاريا احصل الفلوسيتي واعوض هنا، وبعدين استخدم الفلوسيتي في ايجاد الرينولدز نمبر، واروح للمودي تشارت بس بعد ما اطلع الريلاتيف رفنس، بعدين اطلع الفريكشن فاكتور واعوض هنا. امشي نتوكل على الله. هذا هو الهيد لوس زي ما انتم شايفين، وابغى اجيب الفلوسيتي باقسم الكيو على الاريا. الكيو اعطاني اياها 0.05 متر كيوب بير سكند، اوكي، والاريا حتساوي باي اوفر 4 في مربع الديامتر. الديامتر 20 سنتيمتر، مربع 0.2 سكويرد، طلع لي النتيجة 1.59 متر بير سكند. فين أخذها؟ طبعا حوديها هنا وانتظر، لكن حروح إلى الرينولدز نمبر الآن. أوكي، تعريف الرينولدز نمبر: الفلوسيتي في الديامتر على الكينيماتيك فيسكوسيتي اللي أنا جبتها أوريدي من تيبل A5، أو هو يعطيك إياها في السؤال. تضرب الفلوسيتي 1.59 في الديامتر 0.2 على الفيسكوسيتي 1 × 10⁻⁶، يطلع لك الرينولدز نمبر 3.18 في 10⁵، معناته انه تيربلنت لانه اكبر من 4000. طيب جبنا الرينولدز نمبر يا شباب، اوكي، نقدر نروح للمودي تشارت بس بعد ما نجيب الريليتيف رفنس. عشان اجيب الريليتيف رفنس لازم اجيب الرفنس نفسه. اروح وين؟ اروح الى التيبل اللي عندي في الكتاب. بحسب كل طالب منكم عندك جدول زي كذا، تدخله وتشوف نوعية المادة. المادة هنا asphalted cast iron pipe، ندخل هنا نمشي، تحصل هنا asphalted cast iron pipe الرفنس 0.12، الرفنس 0.12، اوكي. اسجل هنا KS حيساوي 0.12 مليمتر، بس انا بحاجة الى الريلاتيف رفنس اللي هو ابسلون على الدي، فلازم اقسم ابسلون بعد ما احولها الى متر. يعني قسمت ال 0.12 هنا على 1000، والديامتر 0.2، طلع لي الريلاتيف رفنس 0.0006. الان جاهز انا وياكم نروح لوين؟ الى المودي تشارت دايجرام. لما نروح له حنروح له بالرقمين هذه، احفظوها معايا 0.0006 و الرينز نمبر 3.18 في 10⁸. بسم الله، ندخل يا شباب. وين 0.006 هنا؟ انا قاعد ادور على الرايت هاند سايد 0.00، لا هذه 0.06 اهو، هذا هنا يا شباب طالعه، اوكي اهو. الان احط خط على الخط هذا، طيب، واروح هنا اجيب 3.18 في 10⁵. نطلع هنا يا شباب، اوكي، واوريكم كيف جبته. هنا 10⁵ وهنا 10⁵، اوكي، وهو يقول 3.18. طيب هنا 2 وهنا 4، وعندي واحده تك هنا في الوسط، معناته هذه 3 × 10⁵. 0.18 يعني تقدر تروح على اليمين حاجة بسيطة. أجل هذا هو إيش؟ هذا هو التقاطع. تحط دويرة وتروح على اليسار هنا على الفريكشن فاكتور. أكبر أنا وياكم هنا 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019. خلاص أسجل عندي الآن 0.019، بسم الله. والآن أنا جاهز أعوض. فين يا إخوان؟ طالعوا في الخارطة هنا. خلاص أجيب الفريكشن فاكتور أحطه هنا، والفلوسيتي انا عارفها من اول، فاقدر اجيب ايش؟ الهيد لوس. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الفريكشن فاكتور 0.019، الطول ب 1000، ديامتر 0.2، السرعه انا جبتها انا وياكم 1.59، وي سكويرد ات على 2g، يطلع لي الهيد لوس 12.2 متر. النوع الاول هذا سهل جدا يا شباب، وان شاء الله انكم فهمتوه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.